فازاي يخرطوا الالسنه، ازاي يخلونا ما لناش راي وما لناش كلمه، لان بالتاكيد في شعب بيتاثر بينا، في ناس بيحبونا، في ناس ممكن يعمل زينا، يعني بيقولوا يعني هم خايفين ليه من الهام، يعني ايه كلامها ممكن ياثر ايه، لا في ناس كتير ممكن تقلدها، ممكن تعمل زيها، هم مش عايزين الشعب يتجرأ ويقول رايه، عايزين الشعب يفضل مغيب يسمع بس من القنوات الدينيه اللي هي مش دينيه، هي مش اسلاميه ولكنها متأسلمه ولا تمارس تعليم الدين الاسلامي، فعايزين بس الشعب، لان الشعب طبعا في جزء منه جاهل وممكن يتاثر فعلا ويسمع يفتكر ان هو ده الكلام الحق. فما كانوش عايزين لا مثقف ولا فنان ولا سياسي ولا حد ليه تاثيره وثقله في المجتمع انه يتكلم ضدهم، فلذلك حصل الهجوم الكبير على الفن والفنانين، وهم ما بداوش بيه، هم بداوا من اول القامه العظيمه الاستاذ نجيب محفوظ، اول واحد اتعرض لاهانات رغم ان ده الاسم المفروض نتباهى بيه على العالم كله، كان مثقف وكاتب مصري عظيم اخذ جائزه نوبل ورفع اسم مصر، ودخلوا بعد كده على الفنان الكبير عادل امام وطبعا له كل الحب والتقدير، ودخلوا بعد كده على الفنانه هاله فاخر وهي فنانه ملتزمه جدا ومحجبه وادوارها ملتزمه جدا، ما بقيناش فاهمين هو بيعاقبوا اهل الفن والثقافه على ايه. فانا لما طلعت اتكلمت كانوا قبلية الأساتذة نجيب محفوظ وعادل إمام وهالة فاخر تعرضوا لإهانات، دفعت عن أهل الفن كلهم وعن أهل الثقافة، وقلت أنا هتصدى للناس دول في الدفاع عن الفن والثقافة المصرية، فطبعا ما عجبهمش إن حد يقدر يتصدى، لازم نسكت الأفواه ونسكت، ما يبقاش فيه صوت عالي يقول كلمة حق. بس أنا بتهيألي أنا بقول أنا كنت الشرارة الصغيرة اللي خلت كل المصريين يقدروا يتكلموا ويقولوا رأيهم ومن غير خوف وبقوة شديدة، مش هنسكت عن الحق، احنا لا خايفين ولا على راسنا بطحة، ولا احنا يعني احنا مقتنعين بكل حاجة بنعملها، مقتنعين ان احنا بنتعامل ازاي مع ديننا، بنتعامل ازاي مع ربنا، ربنا هو اللي بيحاسب، محدش ليه حاجة عندنا الحساب والعقاب، ان هم معهمش سكوك لدخول الجنة او النار، ده مش دورهم ولا شغلهم، ولا الاسلام قال كده، وحتى في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبعد كده ربنا يحاسبه على ايمانه او على كفره. الرسول قال ادعي لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانتوا بقى مش كنتوا فظ غليظين القلب هؤلاء الجماعات الارهابيه، لا كنتوا اكتر من كده بكتير، بفظاظه وبعنف وبكره للشعب المصري وللدوله المصريه. انتوا ازاي مصريين؟ ازاي ما عندكوش احساس بالوطن ولا احساس بالبلد ولا بتراب هذه البلد؟ ازاي ما عندكوش اي انتماء لاي حاجه؟ يعني انا قريت على الفيسبوك قبل ما انزل الاخت ام ايمن بتقول الجيش الكافر والشرطه الفاجره وايه وحلف الناتو لما هيجي هتركعوا للاخوان المسلمين. نركع لمين؟ وانت نفسك حلف الناتو يجي؟ انت نفسك تخربي مصر؟ انت ازاي مصريه؟ ازاي مصريه والجيش اللي بيدافع عنك تقولي عليه كافر؟ والشرطه اللي واقفه لنا وكل يوم بيتعرضوا لاعتداءات وعنف فظيع، ازاي الناس اللي بتضحي بروحها وبتسهر على راحتنا وعلى حمايتنا انت تبقي ضدها؟ انت ازاي مصريه؟ يعني انا اتمنى لو في قانون يسحب الجنسيه المصريه من كل اللي تطولوا على مصر وعلى الشعب المصري وعلى ارض مصر، اتمنى ان تسحب منهم الجنسيه المصريه لانهم لا يستحقوا ان يكونوا مصريين. اللي طلع علينا وقال هتتوقف العمليات الارهابيه في سيناء بمجرد رجوع مصر، قال لها ده انت بتعترف؟ ده ايه ده؟ ده ايه الجرأه دي؟ ده انت بتعترف ان انتوا بتقوموا بعمليات ارهابيه، والتاني اللي يقول لك هنصعد تصعيد لا يمكن تتخيلوه، والتاني اللي يقول لك هنفجر مصر، انتوا مين؟ من انتم؟ الله يرحمه اللي قالها، من انتم؟ مين دول؟ استاذه حاجه اخيره بس، حضرتك شايفه مثل هذه المؤتمرات اللي بتعقد داخل مصر بكفايه ولا لتوصيل وجهات نظرنا ده بيوصل للعالم كله من خلال المؤتمرات دي؟ اظن كان في دبلوماسيين اجانب وفي اعلاميين وصحفيين وده بيوصل صوتنا، ودلوقتي بدات القنوات المصريه يعني الاون تي في والمحور في اكتر من قناه بدات تخلي في قناه بتترجم بالانجلش طول اليوم كل اللقاءات. او في يعني انا على نفسي مش هشارك في ده، انا مش سياسيه، انا واحده مواطنه مصريه بتعبر عن المصريين اللي اقدر اعمله من خلال المؤتمرات الموجوده هنا، لكن ده شغل السياسيين وهم يقوموا بيه، نديهم الفرصه يقوموا بيه كاملا، وعندنا ناس كفء يقدروا يمثلوا مصر.